مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم وحيثما وجدتم. مرحبا بكم في قناة طموح. اليوم سوف نعرض عليكم قصة محمد رمضان، نجم عانى الكثير من الانكسارات والمواقف الصعبة التي جعل دموعه تسيل على وجهه، وصادف العديد من المواقف الصعبة في حياته من فقر وعدم الاقتناع الكثيرين بموهبته، ورفض كبار النجوم كعادل إمام التمثيل معه أو الاستعانة به، لكنه قرر أن يحول فشله وهزيمته إلى نجاح كاسح وأن يصبح نجم نجوم الأعلى عشرا في الوسط الفني. دعونا معا نتعرف على قصة حياته. الاسم الكامل محمد رمضان، ممثل مصري. ولد يوم 22 ماي 1988 في محافظة قنا، وينتمي لأسرة بسيطة للغاية. والده لا يحب الظهور للإعلام، ووالدته ربة منزل. أسرته مكونة من 3 أبناء، وهو الابن الأصغر، ويكبر شقيقه محمود رمضان وهو مدير أعماله. لديه أيضا أخت واحدة واسمها إيمان رمضان. على الرغم من صغر سن محمد رمضان إلى أنه تزوج مرتين. الزواج الأول كان عام 2008 وهو يبلغ من العمر 20 عام من فتاة مصرية، وأنجب ابنته الأولى واسمها حنين، ولكنه انفصل عنها بعد زواج دام ل4 سنوات وأعلن الطلاق عام 2012. وبعد انفصاله تزوج للمرة الثانية في نفس العام من فتاة خارج الوسط الفني وأنجب علي وكنزة. محمد رمضان درس الفنون المسرحية بالمعهد العالي للسينما، وهو عاشق للفن والتمثيل منذ صغره، وكان يقوم بتقليد العديد من الفنانين في أيام طفولته بالمدرسة، ولذلك قام بتشجيع أحد المدرسين للمشاركة في الفريق المسرحي الملحق بالمدرسة، وفاز بجائزة أحسن ممثل موهوب على مستوى جمهورية مصر ل3 مرات على التوالي، وهذا لم يحدث مع أي فنان من قبل. بدأ النجم محمد رمضان مشواره الفني من خلال عدة أدوار صغيرة، فكان ظهوره الأول لشاشة السينما من خلال فيلم حمادة يلعب عام 2005. بدأت الأنظار تلتفت إليه، واعتبرت نقطة انطلاقة قوية عندما شارك في مسلسل سندريلا عام 2006 مع النجمة منى زكي، والذي كان يروي قصة حياة النجمة سعاد حسني. وشارك محمد رمضان بدوره الصغير لتقليد الفنان أحمد زكي، وقد عرفه الجمهور بسبب قرب ملامحه السمراء للنجم أحمد زكي ولإتقانه الشديد لهذا الدور. واجه العديد من الاتهامات بأنه لا يجيد إلا تقليد الراحل أحمد زكي، وأنه يسعى أن يكون امتدادا له، وأنه ليست له شخصية فنية مستقلة، في حين يعتبره البعض أفضل من جسد الأسطورة الراحل أحمد زكي. ونذكر منه الإعلامي عمرو أديب الذي أثنى على أدائه واعتبره أستاذ في التمثيل، لأنه يجسد قدوته ومثله الأعلى في عالم الفن والإبداع. في عام 2007 وقف محمد رمضان أمام النجم العالمي الراحل عمر شريف في مسلسل حنان وحنين، وقد أشاد عمر شريف بموهبة رمضان الفدة، وذكر بأن رمضان هو الذي يستكمل المسيرة الفنية التي بدأها بعد ذلك، وهذا ما عزز ثقة محمد بأن يواصل الطريق التي بدأه. وربما يكون محمد رمضان هو الممثل الوحيد الذي حصل على المدح من الممثل الشهير عمر شريف. قدم مسلسلات درامية عديدة، وبدأ الجمهور يتعرف على النجم الشاب محمد رمضان من خلال دوره في فيلم احكي يا شهرزاد عام 2009، ويعد هذا الفيلم من أهم محطاته الفنية، كما شارك في عدة أفلام سينمائية أخرى حققت نجاحا باهرا. كما يؤدي محمد رمضان الحركات الخطيرة بنفسه رافضا أن يكون له بديل، وحتى تكون في نظره مصداقية وواقعية أكثر لدى الجمهور. وتابع أدوار البطولة في الأفلام المنتجة من قبل محمد وأحمد السبكي، حتى أصبح أحد الشخصيات المشهورة في العالم العربي، كما كان الوجه الإعلاني لإحدى شركات الاتصالات المصرية، كما قام بأداء إعلان يتعاون به مع نجم الحركة العالمي فان دام. بالإضافة إلى التمثيل، قدم محمد رمضان مجموعة من الأغاني الناجحة، وسبق الاحتفال بأربعة من أغانيه والتي كانت أفضل فيديوهات الموسيقية المصرية لعام 2018 من حيث عدد المشاهدات على اليوتيوب. محمد رمضان حين قرر احتراف الفن صادف العديد من المواقف المحرجة التي تسببت في سقوط دموعه لشعوره بالمهانة وعدم احترام بعض النجوم له وعدم تقديرهم لموهبته.
إلا أنه كونه إنسان طموح وبالإرادة والعزيمة والعمل استطاع أن يكسر كل ما هو مستحيل ويصنع الممثل محمد رمضان. أرجو أن تكون هذه القصة قد نالت إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة ونشر الفيديو مع أصدقائكم والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا. سلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.